الحاج محمد السمنودي السمنودي. او انا مشكلتي بالكلام العائلات. أهل بس وسهل. اهلا وسهلا فيك نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك, شرفتينا ونورتينا. الله يخليك يا رب. قول لي بقى بدايه المطعم, احنا احكي لي انت كيف ابتديت المطعم وليه السمعه الطيبه هاي. احنا الحمد لله من 4 سنين ابتدينا الفكره مع ابني ومع شريكي والحمد لله قدرنا نوصل بالمطعم لمرحلة كويسة جدا. عندنا زباين مستمرين مصريين وعندنا وأجانب. أنا شايفة كمان إنه موجودين أجانب ومن الخليج كتير وأجانب. الحمد لله احنا بننتقي أجود أنواع الخامات اللي بنشتغل بيها ومعانا مجموعة من الشيفات اللي هم تقدر تقولي محترفين في مجالهم. محترفين بس كله باللي هو الأكل المصري المصري. احنا مطعم شرقي صرف يعني مشويات بالكامل. عندنا طواجن, عندنا كوارع بورق العنب, عندنا حاجة اسمها نيفة. عبارة عن ايه شاي؟ النيفة دي عبارة عن جزء من اللحوم بتخش الفرن بطريقة معينة, بتقعد تسوى حوالي بتاع 6 ساعات ونص, فبتطلع اللحمة دايبة حركة يعني كأنك أنا بيأكل واحد زبدة زي ما زبدة بالزبط كده. طيب هي في سؤال دايما بيسألوني لما بدهم يجوا على مصر, هي بيخافوا من نوعية اللحمة. بصراحة أنا بدي أحكي بس أنا لاقي كل اللي عم بيجي بيقولي لا طعم اللحمة هون ممتاز, فبس تحكي لنا على نوعية اللحمة. رقم واحد احنا بنستخدم لحوم, نوع من اللحوم اسمه برقي من الخرفان الضاني. الخرفان الضاني دي اللي هي البرقي دي بتتغذى على الأعشاب, فدي بتبقى موجودة نواحي الصحراء الغربية ناحية مرسى مطروح عندنا في مصر هنا. بتروحوا بتجيبوها من هنا؟ فبنجيبها من مرسى مطروح. اللحوم دي بتبقى ما أخدتش أي نوع من الأعناف, فدي بتتغذى على أعشاب طبيعية يعني زي نقول أورجانيك مثلا. أوكي أورجانيك, زائد ان احنا بنستخدم اعمار معينة من اللحوم علشان ما يبقاش اللحم فيه دهون زايدة او شحوم زايدة او كده, فاللحوم اللي موجودة عندنا مش هتلاقيها عند حد تاني.